الاسكندراني في الشوط الأول عن طريق نفس اللاعب أحمد حمودي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 24، ومن بعد ذلك أضاف بنفسه الهدف الثاني له ولفريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق سموحة بهدفين نظيفين، هدفين برهن من خلالهما اللاعب أحمد حمودي على مهاراته الفنية الفردية العالية وقدرته على أن يكون اسما لامعا في سماء الكرة المصرية. هدف تقليص الفارق أتى عن طريق عماد متعب من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح الأهلي، لكنها لم تكن كافية لإعادة الفرقة الحمراء.